السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نتعامل مع برنامج سكريبس اللي هو منافس الانديزاين مخصص لتصميم المجلات. ممكن تعمل بيه تقرير خاص بالمجلة بتاعتك، او ممكن تعمل بيه السي في بتاعك، او ممكن تعمل بورتفوليو ظريف جدا في الشغل بتاعك. طيب فرض بقى ان انا دلوقتي مثلا عايز اضيف صورة، اقول له صورة اهوت وابدا اضيف. ده الفريم بتاع الصورة، لو دوست عليه مرتين هيبدا يقول لي اختار الصورة اللي انت عايزها، وفي سبورت كتير لامتدادات مختلفة. فممكن نختار مثلا، خلينا نختار مثلا من دي مثلا بين، وخلينا نختار من الديزاين. كل صورة بتعملها هو بيبدأ يجيب لك شكل ليها، وليكن مثلا الصورة دي. تمام. طيب هنا هو خد جزء من الصورة على قد مقاس بتاع الفريم. ممكن ادوس رايت كليك كده واقول له ادجاست فريم تو ايمج، يعني ظبط الفريم على قد الصوره، حط مقاس الصوره هو الاساس بتاعي. طب هدوس كنترول زد، ممكن اقول له حاجه ثانيه، ادجاست ايمج تو فريم، ظبط الصوره بحيث انها تبقى موجوده في الفريم. فزي ما انت عايز، اللي انت شايفه انسب تقدر تشتغل بيه، ومن المقابض اللي موجوده هنا تقدر تصغر الصوره براحتك زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا تقول له ادجاست فريم تو ايمج او العكس. طيب ممكن تقول له جيت ايمج، يعني انا عايز صوره ثانيه غير ديت، وليكن مثلا الصورة دي، يبدأ يحط لك الصورة الجديدة. تمام بالشكل ده. طيب ممكن تقول له أنا عايز أعمل إيمج إفكت، تقدر تضيف أي حاجة على الصورة، تفكت الصورة، تخلي بلور مثلا، تخلي مثلا كونستراكت بالشكل ده، تقدر تتحكم في إظهار الصورة، تفتحها شوية، تقدر تعمل بعض المؤثرات على الصورة زي ما انت عايز. هتدوس كنترول زد عشان ترجع زي ما عايز. الانفورميشن يبدا يجيب لك انفورميشن عن الصوره، ممكن تقول له انا عايز مور انفورميشن، يبدا يجيب لك معلومات اكتر عن الصوره. ابديت ايمج، يبدا يشوف الصوره في المسار ده لو حصلها اي تعديل يجيب لك اخر حاجه فيها. ممكن تقول له انا عايز الصوره بريزوليوشن قليل، انا عايز اشوفها بفول ريزوليوشن، يبدا يظبط لك الريزوليوشن بتاعها. ممكن تعمل تحرير الصوره، تفتح برنامج يعمل لك تحرير الصوره زي جيمب او فوتوشوب مثلا. ممكن تقول له اتريبيوت، تبدا تشوف الاتريبيوت الخاص بالصوره. ممكن تقول له انا عايز اشوف الخصائص بتاعت الصوره بروبرتيز، يبدا يجيب لك البروبرتيز بتاعت الصوره ديت. الاكس تقدر تحركها في الاكس، تقدر تحركها في الواي، والويتس تقدر تكبر الويتس. طبعا الويتس بيكبر من النقطه دي، ممكن لو خليتها في النص وقلت له عدل هيعدل من خلال النقطه اللي في النص. يعني هو دلوقتي كبر ويدث في الناحيتين مش في ناحية واحدة، لأن أنا قايل له كبر وصغر من النقطة اللي في النص دي. ممكن أقول له لو أنا عندي صورة تانية أعمل لهم ربط مع بعض، يعني خليني أحط صورة تانية كمان. ماشي، وأختار مثلا الصورة دي. أوكي تمام، وأقول له ظبط كنترول زد. ممكن تعمل سيلكت على الاثنين المنتديات على شيفت وتقول له جروب. جروب بمعنى ايه؟ لما احركهم الاثنين هيتحركوا مع بعض. ممكن تقلبهم يمين وشمال، ممكن تقول له اقفلهم لي بحيث محدش يقدر يعدل اللي عليهم، يبقى في زي قفل كده عليهم. ممكن تشوف في الجروب هل هم موجودين في الجروب ولا لا، ممكن تشوف الستايل تقدر تعدل فيه، الكلر كل دي تقدر تعمل تعديل عليها، تقدر تعدل في اللون الداخلي او في لون الاطار بالشكل ده.